والله هي الموصل تحتاج إلى خدمات كثيرة، خدمات يعني كمثل كمدارس، تعمير مدارسك وهسه لحد الآن بالمنطقة القديمة لحد ما معمر المدارس، خدمات ماء كهرباء يعني كلش ضعيفة بالموصل، يعني خدمات قليلة بيها. صح يعمرون، بس يعمرون شيء ما نستفاد منه، احنا نريد نستفاد منه. يعني هسه تجي على الميدان كلها يعني هسه عرض، ما يعني هيعملون نافورة وما نافورة، الأهم بالميدان البيوت، العالم راح ترجع لبيوت تستقر ببيوتها. والله اليوم صراحة نحتاج إلى دعم قوي من الحكومة المركزية لإعمار الموصل، مثلا نحتاج إلى مطارات، يعني اليوم ما عندنا أي مطار ولا مستشفيات، ما شاء الله مستشفى الجمهوري خراب كامل، نريد نعمرها رجال حياة، تزدهر الموصل أحسن وأحسن من قبل إن شاء الله. بدنا مصانع، معامل، انتاج، حركه، شغل ايد العامل، اليوم ايد العامل كلها على طالب بطاله، بدنا نرجع الحركه على الموصل تشتغل، تروح تزدهر احسن واحسن من قبل ان شاء الله. البنى التحتيه بالموصل والطرق والكلام يسوون كلها مدمره، يعني عندك الجسر الخامس اساسي حدا واقف، الجسر اللي عندك الرابع عم تعبان، يعني يوميا يقولون كذا شركه جايه كذا شركه جايه لحد ما حدا يشتغل. نريد نعمر الجسور، المطارات، المستشفيات، يعمر الحركه ازدهار، الناس ترجع الحركه تتعمر، المستشفيات، المصانع، المعامل، حركه شلون يصير الموصل تزدهر وتتطور ان شاء الله. والله الموصل اول شيء تحتاج الدعم، يعني دعم فلوس من الحكومه، هذا شيء رئيسي حتى تنهض ويصير بيها حركه ويصير بيها اعمار ويصير بيها تطور. شنو هي الاولويات اللي يعني يشتغلون بها حتى تتطور؟ والله الاولويات يدعمون الناس اللي تضرروا، هاي بالدرجه الاساس. وبعدين يعمرون المستشفيات اللي انهدمت. ويعمرون المواقع الانشائيه اللي كانت تفيد الناس. يعني من الشغلات الضروريه الاساسيه هي اللي تنهض بواقع المدينه وتشكل المدينه وترجعها على حالها القديم. والله تحتاج اعمار، تحتاج الجسور، المستشفيات حتى ترجع الحياة. هاي المدارس مدمرة، الجسور مدمرة، هاي عندك المستشفيات مدمرة، الجسور، وين الإعمار؟ هاي 4 سنوات وعنفوت بالخامسة وكل إعمار ماكو لحد الآن. شنو الضرورية؟ شنو هي حسب رأيك؟ والله المستشفيات، أكو كرفان، مستشفى كرفان، إحنا وصب بيها عصر، إحنا بيعصر، احنا لحد الان احنا نرجع لي ورا لو تقدم، احنا الناس تتطور، احنا عن نرجع لي ورا، يرجعونا مستشفى كرفانيه تفوت ماكو مكان، تلقي لك سرير ماكو، يقول لك الدكتور راح يلقي لك مكان. هاي وسب صايره هذه يا دوله يا هذا، ليش الشكل الوضعيه؟ والمتى احنا راح نبقى على هالوضع هذا؟ هم ملتهين بالمحاصصه بيناتهم وعايفين البلد هالشكل، هذا اللي وهذا اللكه وهذا، والبلد تايه المتى يعني على هالوضعية احنا نبقى؟